السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. تلقاكم اليوم وفيديو جديد مثل ما وعدتكم بالفيديو السابق اللي نزلنا به مجموعة، فتحنا به بوكس، جايتنا به مجموعة من الشغلات. وعدتكم بالفيديوهات الجاية راح نسوي انبوكسين للأيتمات اللي إجتنا على ذاك البوكس، وراح نفتحهم واحد واحد. فاليوم مثل ما وعدتكم إنه هذا الأيتم من ضمن الأيتمات اللي شاف ذاك الفيديو، يمكن شاف هذا الايتم. اوكي، مثل ما تشوفون هذا الباكيت اليوم عندنا، اوكي عندنا هيدفون من شركة اونيكوما. شركة اونيكوما هيدفون رهيب والله، شكله ثقيل. مثل ما تشوفون عندي هذا الهيدفون مالتي، هذا السنوبي، ما اعرف شلون تحملت كل طيلة هذه الفترة، ما أعرف شنو هذي، لكن أكو جاهزة هذا المانوال، الخاص بي. أوكي، حاليا هسه احنا الصوت، هسه أنا بدي أحكي عن طريق المايك الخاص بال هذا الهيدفون هذا. أوكي، ممكن افصله، احول هسه حاليا. انا هسه بدي احكي عن طريق المايك الخاص بالتليفون او الكاميرا، هو التليفون، انا استخدم تليفون جي 7 ماكس. اوكي، واو والله شكل الهيدفون رهيب، وحجمها كبير ووزنها ثقيل بس شوفوا يا شباب، لحد الان احنا ما ربطناها. والحلو بيها، الحلو بيها طبعا، اوكي اعتقد هذا بميوت. اي والله بزر ميوت، يعني تقدر تسوي ميوت للمايك. فمثلا واحد، يعني مثلا واحد احنا ندخل تيم سبيك او شيء، وهذا فبدل ما تسوي ميوت من تيم سبيك تقدر تسوي منها ميوت، او اثناء ما انت تسجل فممكن تسوي ميوت. فهذه فد جدا رهيبه. الكيبل مالتها من النوع المغلف بالقماش، فهذا فد شيء جدا حلو ورهيب. الكيبل يطول يعني رهيب، وبي توصيلة إضافية، يعني ممكن هنا أنت هذه توصيلة عندك، هذه تقدر تربطها هنا مباشرة، تقدر تربطها على التليفون، أجهزة التليفون، أو تقدر تستخدم هذه التوصيلة عندك، هذا للمايك، واحد للمايك واحد للهيدفون. لح نفصل المايك وراح أرجع أربط الهيدفون، راح نجرب ايضا الصوت مالته ونشوف انه الفرق بالصوت ايضا بالنسبه بين هذا الهيدفون والهيدفون هذا اللي مثلا دا استخدمه، هذا الهيدفون، ونشوف الفرق. مكتوب عليه اونيكوما جيمنج هيدسيت. اوكي، طبعا الهيدسيت هذا بي هنا عندك تقدر تزيد القطر مالته، يعني بحيث تكبر الحجم. اوكي، اوه والله، يعني الحجم من الداخل كلش، حجم القطرة هنا من الداخل كلش كبير، بحيث ياخذ الاذن كلها، يعني ما يضغط على عندي. هذا كان عندي، هذا كان القطر مالته كلش قليل، بحيث يضغط على الاذن، يضغط على الاذن، يعني ورا فترة تحس انه اذنك هيجي انشقصت. يعني هذا لا يعني هذا قطر الدائرة مالته مال السماعة كلش كبير، تدخل كل الاذن، فشي رهيب، شي رهيب. اعتقد اكو هنا للدات، بس اعتقد قبل كل شيء انه انا راح اجرب اربط ظني الكيبلات. اوكي، مثل ما تشوفون هذه التوصيله عندنا، هذا الاخضر وهذا الاحمر، الاحمر للمايك والاخضر للسماعات. هسه خلينا نجرب السماعات. ها اكو شغله مهمه، عندي الليدات هذه ما تشتغل الا اذا اربط اليو اس بي، فلازم اربط اليو اس بي. اعتقد اوكي، هذا الليد لون ازرق، وهذا بالجانب هنا أنا. اعتقد بالجانب ايضا للتات ضوء ازرق، يعني اعتقد شايف النار، يعني هذه بالليل يعني هنا تكون واضحه اكثر، اذا قللنا النار او حطيت شيء على النار مثل ما تشوفون هذا الضوء ازرق. اوكي، هذه بالليل ممكن تكون واضحه لما انت قاعد تلعب مثلا او شيء بالليل.
طبعا اكو ميوت، يعني هسه احنا اذا سوينا ميوت لل، طبعا هسه احنا قاعد نحكي عن طريق المايك هذا، فنقلق المايك. هسه رجعناه. اوكي، مثل ما شفتوا اذا المايك يشتغل او الميوت يشتغل. الكيبل يعني كيبل حجمه كلش 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 هواي، يعني هواي، فتقدر تعطيك حرية انه تربطه، حتى اذا مثلا عندك كارت صوت خارج او فتشي تقدر ايضا تستخدمه. بالنسبة لل يعني حجم الهيدفون، واعتقد يعني الى حد ما مريح، وبي ميزة يعني انه اكو كتم يعني كتم الصوت الخارجي المحيط، يعني ما تسمع ايش، يعني اذا انت مشغل لعبة او موسيقى او فد شي بصوت عالي، فقابلية انه تسمع الصوت الخارجي جدا كلش قليل. يعني ممكن انتو تسمعون اصوات معينة بس انا ما راح اسمعها، يعني ممكن تسمعون صوت الجيران او صوت احد برا بالشارع بس انا ما راح اسمعها اذا مشغل، اذا اكو اي صوت. يعني بالنسبة للتجربة مع الصوت، يعني جربت الصوت مالته، صوت واضح وما بي اي اشكال. فهذا الايتم ايضا حتى سعره يعني مو غالي كلش، يعني فان شاء الله راح استخدمه وراح استمر عليه، نلعب بي فورتنايت باتل جراوند غير شي، ونشوف اداء ايضا. واذا تعجبكم تشترون الايتم فراح اخليكم رابطه على امازون. اوكي، فبهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى يعجبكم، نلتقيكم إن شاء الله في فيديو جديد، تحياتي لكم، مع السلامة.